أيضا وفي نفس الإطار أسدينا تعليمات لتعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية بالأخص في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء، وسيتم إنجاز في آفاق 2020 حوالي 100,000 عمود إنارة عمومية مزودة بالألواح الشمسية التي ستحقق استقلالية في التزود بطاقة نقية ونظيفة من دون دفع أي فاتورة للكهرباء.